يعني الفكرة هي أجت من زوجتي، مواطنة فلسطينية عاشت حياتها في بلجيكا، فكانت تيجي زيارات. الناس كلها كانت بتحب الشوكولاتة البلجيكية لأنه معروف أنه بلجيكا عاصمة الشوكولاتة في العالم. احنا كنا دائما لما نزور الاهل كنا دائما نجيب معنا شوكولاته بلجيكيه، والناس كانوا يحبوها كثير، ليش ما نسويها هون؟ وبلشنا جربناها هون في المطبخ وداكوا الناس الشوكولاته حبوها برضه، وبنانا هاي المشغل، بلشنا في ماكينه صغيره وكل الشغل يدوي وفي عطمه خاصه لفلسطين وشو بحبوا الناس هون. جزء من أصدقائنا من أوروبا انبهروا بالمنتج وأخذوه معهم، غادوا كثير مبسوطين فيه لأنه كمان دخلنا الطعم الفلسطيني، المكسرات، الليمون والنعنع، الدبس والطحينية وحلاوة الزعتر. مش سهل إنه شوكولاتة الناس بحبوا أطعمها غير شوي عن في أوروبا. ندخل ماكينات صعب جدا، يعني كيف واحد فيش عنده شركة كبيرة ولا عنده مصاري كثير كيف يبلش، خوف شوي كيف نعمل، بس مع التجربة كانت حلوة إنه الكل بيساعد والأهل، وبنينا هاي الأشي في البيت وإن شاء الله بتكبر. أحلى إشي لما بدوكوا شوكولاتة، هذا بدلوا يعرفوا بشوفوا بعدين في السوبر ماركتات أو إشي بصيروا يشتكوا زبايننا، وعلى السوشيال ميديا بنشتغل وبنحاول نطور حالنا. الطموح كبير والجهد كبير والإرادة كبيرة بأنه هذا المشروع يصل لمرحلة متفوقة جداً، وبأنه بندق شوكولات تكون هي اسم معروف في كل بيت على الصعيد الفلسطيني وعلى صعيد العالم العربي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.